اهلا بيكم معانا في ليله جديده من سحورك علينا على سي بي سي سفره. اول حاجه عايزه اشكر كل الناس اللي بعتت لي امبارح على ردود الافعال على حلقه امبارح وعلى كل الحلقات اللي فاتت وبالاخص حلقه امبارح. بشكركم جدا 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 على اهتمامكم الدائم وتشجيعكم الدائم. وان شاء الله باذن الله لسه معانا حلقات تانية ايام الجمعه، هتكون حلقات خاصه بعيد الام، وان شاء الله ان عشت وكان ليا عمر بعد رمضان عاملين لكم مفاجآت كتير لا تنتهي لانها هتكون على مراحل ان شاء الله. وبتمنى دايما انه البرنامج يكون متجدد ويكون نافع للناس ان شاء الله. جنب الترفيه يبقى فيه معلومة ويبقى فيه فايدة بإذن الله. النهاردة عندنا وصفات لذيذة جدا هتعجبكم قوي، بس قبلها ان شاء الله ما ننساش نقول ازاي صيامك يبقى اسهل. رمضان مرتبط معانا دايما بالمكسرات. المكسرات من الحاجات المفيدة جدا، المهم ان ما يكونش عليها اضافات، يعني مش عليها ملح، مش عليها زيوت او زبدة، مش عليها اي اضافات. دي حاجة. الحاجة التانية، الكمية اللي بناخدها من المكسرات يوميا مهمة جدا ان احنا نتحكم فيها، هي معلقة كبيرة او 30 جرام لكل شخص، فلما بتزيد عن كده بنخش في زيادة في الوزن لان السعرات الحرارية بتاعتها عالية. المكسرات مفيدة جدا لانها فيها مضادات اكسدة وفيها اوميجا 3، ولكن ما تضيفوش عليها ملح، ما تضيفوش عليها اضافات، والتزموا بمعلقة كبيرة مشكلة او نوع واحد من المكسرات يوميا لكل شخص. بكده هتاخدوا الفايدة وتتجنبوا زيادة الوزن. النهاردة ان شاء الله عندنا سلطة فواكه بالزبادي، وده الميكس الامثل للسحور عشان تاخدوا فايدة الفواكه والسكريات اللي جواها والمية اللي جواها، والزبادي نفس الكلام. هنعمل كمان الفول بالليمون المعصفر، بقاله كذا سنة ترندي جدا ورائع. وهنعمل مع بعض العيش البلدي بالردة، العيش المصري. يا جودي اهلا وسهلا، ازيك يا اميره؟ كل سنه الحمد لله. زي حضرتك وانت طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. منوره الشاشه، نورك، ربنا يخليكي. استاذنك، كنت عايزه عجينه الوافلز. عينيا، هقول لحضرتك عجينه الوافلز حالا. حاضر. عينيا، تسلمي لي حبيبتي. حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. فدي هتكون وصفاتنا النهارده، ونرد على السؤال بتاع جودي بس بعد ما نرجع من الفاصل. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بس نرد على جودي في الوافلز الاول. وبما اننا في موسم صيام جماعي ما بيننا وما بين اخواتنا وحبايبنا الصايمين، فهقول لكم وافلز صيامي عشان ايه نرضي كل الناس. 2 كوب دقيق ابيض منخول، كوب سكر، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه ملح يكون ناعم، 6 ملاعق كبيره من ميه الحمص او ميه سلق الحمص يعني، وكوباية من الزيت، وكوباية من لبن اللوز أو أي لبن نباتي أنتوا بتحبوه، ومعلقتين صغيرين من الفانيليا الباودر. وعندنا بعد كده بقى حاجات للتقديم، مش مهم هي إيه. طيب، هل لازم يا أميرة المكنة بتاعت الوافلز؟ لا، ممكن نستخدم مكنة الوافلز وممكن نستخدم قوالب الوافلز السيليكون بتاعة الفرن، والاتنين بيطلعوا كويسين جدا جدا وناجحين قوي قوي. تمام؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة الفواكه بالزبادي. أي فاكهة موجودة عندكم في البيت استخدموها، أنا هستخدم الحاجات المتوفرة، برتقان، فراولة، عنب، رمان، كيوي، موز، وتفاح. أي حاجة من دول مش موجودة نشيلها على طول. الأكتر الحاجات اللي بتكون متوفرة في كل البيوت المصرية الفراولة والموز والبرتقان، فممكن نعملها بالثلاثة دول بس، وممكن حتى بالفراولة والموز بس. الدريسنج هيكون عبارة عن زبادي سادة، وانا حاطة معايا زبادي فراولة، ومش هحط سكر ولا عسل لان السكر اللي جوه الفاكهة كفاية جدا، والسكر اللي جوه الزبادي اللي بالفواكه كفاية قوي قوي.
هنعمل ايه؟ نبتدي بقى واحده واحده كده. اول حاجه كالمعتاد يعني، طالما في زبادي يبقى في ويسك، واخلط الزبادي بالويسك الاول علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. اخده كده، وطبعا يفضل انه يكون في درجه حراره الغرفه علشان يندمج معايا على طول زي ما انتم شايفين كده. تمام، زبادي بلدي، زبادي شركات، براحتكم. وبعدين هاخد الزبادي فواكه، انا مستخدمه فراوله، انتوا تقدروا تستخدموا اي زبادي فواكه انتوا بتحبوه، او تستخدموا زبادي ساده وتحطوا معاه معلقه مربى. ماشي، مربى برضو اي فاكهه انتوا بتحبوها. واكيد ينفع زبادي ساده خالص ومعاه شويه عسل ابيض. مدام مشيره، استاذتي الجميله حبيبتي القمر، حبيبتي يا مدام مشيره، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ايه السياكه دي يا حبيبتي؟ ده عينيكي اللي حلوه، عينيكي اللي حلوه يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اولا عايزه احييكي جدا جدا على حلقه امبارح. تسلمي لي يا رب، كانت جميله جدا. طبعا ده المتوقع منك، كل جديد يعني. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله تكون عجبتكم جدا جدا جدا، ودايما يا رب من نجاح لنجاح يا رب دايما كده. امين يا رب، امين يا رب. عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا مدام مشير. انا عملت قطايف وطلعت بايظه مني، مش بايظه، طلعت طريه. العجينه نفسها؟ لا القطايف يعني. بعد ما قليتيها؟ طلعت طريه. طيب. فانا مش عارفه ايه اللي انا عملته غلط. هسالك بس كام سؤال وبعدين اقول لك ايه الغلط. ماشي. اول حاجه القلي بتاعها كان على الزيت متوسط الحراره ولا عالي؟ لا كان عالي. عالي، طيب وطلعتيها لونها ايه؟ ما كانتش حمراء قوي يعني، كانت فاتحه. ايوه شوية. هو ده، هو ده. الزيت يبقى متوسط صح، لكن اللون لازم يبقى ذهبي غامق عشان ما تغمقش منك. كل ما كانت فاتحه كل ما تطرى، كل ما كانت اغمق سنه كل ما تبقى مقرمشه. اخر سؤال بقى، الشربات. الشربات ايوه. تقيل ولا خفيف؟ لا كان تقيل بس كان ساقع. لا هو تقيل وساقع، انت صح، بس غيري اللون بتاع القطايف. بس كده حبيبتي يا مدام مشيره، نورتيني وتعيشي وتعملي يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب. طبعا بمناسبه حلقه امبارح، انتوا عارفين ان احنا من سنين السنين بنهتم جدا جدا بالغذاء بتاع الاطفال من اول الرضع واحنا طالعين، وخاصه الاطفال اللي عندهم حالات خاصه زي حساسيه الطعام، زي ADHD او غيره. لان هفضل اقول طول الوقت ان كل الدراسات العالمية اثبتت علاقة مباشرة ما بين الاكل وما بين الامراض او الحالات الخاصة للصغيرين وللكبار. فان شاء الله باذن الله، يعني اي حد متابعني عارف ان انا بقالي سنين، يمكن 8 سنين مثلا او اكتر، بدرس في هذا المجال وبحضر لحاجه محترمه تليق بيكو. فان شاء الله باذن الله من بعد رمضان، هو طبعا الموضوع هياخد وقت ومراحل، ولكن ان شاء الله هيتعمل ويطلع حلو ويطلع باذن الله مفيد وفي نفس الوقت مسلي. قطعنا الموز حطيناه على الزبادي، قطعنا الكيوي حطيناه على الزبادي، هننزل بالرمان. الرمان السنة دي لونه مش حلو خالص، مش عارفة ليه، بس يعني هو طالما موجود في السوق أنا بستخدمه أيا كان وضعه. يا نور. ألو، ازيك يا نور؟ ازيك يا أميرة، إيه الأخبار؟ عاملة إيه حبيبتي؟ كل سنة وأنتي طيبة. وأنتي طيبة، وميرسي على الوصفات الجميلة كل يوم. ميرسي على ذوقك يا حبيبتي، بستناكي بجد، وبننبسط كلنا، العيلة كلها بنتفرج. تسلمي لي يا حبيبتي، وسلامي للأسرة الكريمة كلها بجد. تسلم ايدك، كل يوم وصفه احلى من يوم اللي قبله. تسلمي لي يا نور، كلك ذوق يا حبيبتي، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم حبيبتي. وانت طيبه ومستنيينك بقى كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي، نورتيني يا نور. وادي الفراوله كمان، طالما برضو في السوق انتم عارفين لازم استغلها لاخر قطره، وهي حلوه السنه دي الصراحه قوي. وبعدين هناخد التفاح والبرتقان. انا بحب قوي سلطه الفاكهه بالبرتقان قوي، بيديها كده نكهه ولون، والصوص بتاعها بيبقى مميز، لان طبعا العصير بتاع البرتقان بينزل في الصوص بتاعها او الدريسنج بتاعها وبيبقى جميل.
ناخد بقى كده دنيتنا هنا. ليه حادث أليم. نقرب شوية بس كده اهو. وهعيد تاني، اي فاكهة موجودة ان شاء الله نوع واحد مع الزبادي بتبقى تحفة. عايزة اقول لكم كمان تقدروا تضيفوا معلقة من بذور الكتان، معلقة من بذور الشيا، بيديها قرشة وطبعا طبعا هيديها فايدة وبتبقى مغذية وبتبقى مشبعة قوي قوي. بس كده خلاص، يبقى كده عملنا سلطة الفاكهة. أنا بالنسبة لي الزبادي بالفاكهة بالليل يعني هو سحوري الأساسي، يعني ممكن ما اخدش حاجة تانية بس هم أساسيين. يا ندى، يا ندى حبيبتي، عاملة إيه يا حبيبتي؟ أنت إزاي؟ أنت كمان يا حبيبتي ما تشوفيش وحش. أخبارك إيه؟ كله تمام. اتفرجتي على حلقه امبارح ولا لا؟ خنتيني عشان ايه؟ لا لا والله العظيم شفتها وحياه ربنا. صدقه يا حبيبتي يا اميره، ما اقدرش يا اميره ما افوتش يوم. ان شاء الله تكون عجبتك يا ندى. والله العظيم جميله والدنيا ما كانتش ليها حس من غيرك. ربنا يسعدك ويرضيك. والله طب وحياه ربنا والله، يعني والقناه كانت وحشه من غيرك. ربنا يخليكي، نورت الدنيا كلها والله. تسلمي لي يا حبيبتي، ده نورك ونور قلبك والله. وتسلمي يا حبيبتي على وقفتك الجميله دي اللي بتعملنا فيها كل حاجه حلوه. تسلمي على ذوقك يا حبيبه قلبي يا ندى، ربنا يحفظك ويخليك. هيوصل يا روحي، يوصل. تسلمي لي يا ندى. بس خلاص كده اهو، حتى البرتقانه دي هسيبها لبعد الفول. هقول لكم ليه، لاني انا عايزه اخد منها فيليه خالص، هتاخد مني وقت، مش عايزه اجي على وقت الفول. مقادير الفول بقى واحنا بنعمل التفاحه الاخيره دي كده، عندي هنا فول مدمس طبعا احنا دمسناه، وعندي حبه البركه، وعندي كمون وكزبره ناشفه، دول اصدقاء الفول في اي وصفه بيودوه كده في مكان تاني، وعندي شويه زيت ذره، مش هستخدم ملح علشان انا هستخدم ليمون معصفر او ليمون مخلل بصفه عامه يعني، وعندي طبعا الليمون المخلل. وبرده هتلاقوا طريقه تدميس الفول وطريقه الليمون المعصفر او الليمون المخلل على اليوتيوب طبعا بكذا طريقه بكل التفاصيل على مدار ال 11 سنه اللي فاتوا، هتلاقوا طبعا التفاصيل كلها. يا مدام كريمه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيبه وبالصحه والسلامه يا رب. انا مشاهده قديمه من طبعا يا مدام كريمه، انا فاكره حضرتك طبعا. لا لا لا، انا مهندسه كريمه. اهلا وسهلا مدام كريمه، دي حاجه ثانيه. اهلا وسهلا حضرتك، انا مشاهده قديمه، دي اول مره اتواصل يعني. اهلا وسهلا، اول مره ادخل على مكالمه يعني. اتفضلي اتفضلي يا مدام كريمه. تسلمي على تليفونك يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله ما كنش آخر مرة تكلمينا ونورتيني يا حبيبتي. تعالي بقى ناخد هذه الأشياء كلها تقليبة مع بعضها كده، هنا كده أهو، رائعة لذيذة جميلة، تقعد معاكوا في التلاجة يومين ثلاثة بس، تقلبوها كويس قبل ما تاخدوا منها، عشان طبعا المية بتاعة الفاكهة بتكون نزلت فبتفصل شوية، وده شيء عادي ما يقلقكوش، بس طعمها خطير. هسيب لها بس البرتقال، هعمله بعد الفول علشان عايزة اخد منه فليهات الفليهات، فمش عايزة اجي على وقت الفول. نحط الطاسة هنا ونجيب الزيت، احنا قلنا ان احنا هنستخدم زيت ذرة، فهنحط معلقة كبيرة هنا، وبعدين هناخد الفول نحطه هنا، فول مدمس، واكيد ممكن فول علب يعني للناس اللي ما بتدمس فول مش قصه، او تقدروا تجيبوه طبعا برضو من المحلات جاهز مفيش مشكله. ومقادير الفول معاكوا على الشاشه، فول مدمس وزيت ذره وليمون مخلل وحبه البركه وكمون وكزبرة مطحونين، يدوبك الفول هيسخن مع الزيت، هننزل بقية المكونات. وفي الوقت ده عايزين ناخد الليمون ده تقطيعه كده،
تقدروا على فكرة تضربوه بالكبة كمان لو عايزين، بس أنا بحبه يبقى قطع يعني باينة. وفي السوبر ماركت هتلاقوا صوص الليمون المعصفر أو الليمون المخلل، برضو بيبقى حلو قوي مع الوصفة دي، فاللي متوفر عندكم يعني استخدموه. والليمون طبعا برضو اللي مش حابب انه يخلله في البيت بيتباع طبعا في كل السوبر ماركت وفي كل المحلات بتاعت المخلل. ناخده بس فرمة كده والفول بيسخن على النار. ناخده ايه، مش عارفه ليه الطاسه دي لما بتسخن بصوا بتعمل ايه، غريبه جدا يعني، اول كام مره كده قلقتني وبعدين خلاص اتعودت عليها. ايوه كل ما تسخن تعمل الحركه دي، اول كام يوم اتخضيت جامد وبعد كده خلاص انا عرفت ان هو ده السيستم. تفهمش ايه المشكله يا نرمين؟ يا أميرة حبيبتي أخبارك إيه وطنط عاملة إيه؟ الحمد لله، مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا حبيبتي. أولا أنا عايزة أقول كلمتين وبعدين اسمعيني في الآخر على إيه. حاضر عينيا. أولا تسلم إيدك على كل حاجة بتقدميها. تسلمي لي يا رب. ثانيا أنا بشكرك جدا 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 من هنا يعني لحد ما أموت على أمانتك، وبجد أنتي يعني الفضل لربنا ثم ليكي يا أميرة. بجد الواحد يتعلم منك حاجات كتيرة كتيرة، انت موسوعة ويعني مدرسة في الطهي، فبجد ربنا يزيد علمك وربنا مستخدمك لناس كتيرة جدا جدا جدا. وبجد يعني انا واحدة من الناس، انت يعني قدمتي لي حاجات كتير وفضل ربنا ثم فضلك. انا في حاجة دلوقتي يعني انا مش عارفة اقول لك، انا يعني انا ممتنه ليكي جدا 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 يعني، بجد بشكرك وربنا يرفع من شانك كمان وكمان. اللهم امين. شكرا 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 يا حبيبه قلبي، عاجزه عن التعبير والله، واشكرك جدا وربنا يوسع رزقك ويحسن ما بين ايديكي ويعزك ويحفظك يا حبيبه قلبي. شكرا يا نرمين، ربنا يخليكي، اديتيني فوق حقي، كتر الف خيرك. الفول سخن مع الزيت، تمام. هنعمل ايه؟ رشه فلفل اسود، رشة كمون، رشة كزبرة، وما تقلقوش خلاص من الطاسة، أنا زي ما حكيت لكم كده في ظروف معينة مع السخونية ملناش دعوة، و الليمون المخلل. نخلط جوه شوية ونسيب شوية، هنحطهم ايه على الوش لأن احنا هنقدم بالطاسة زي ما احنا متعودين كده اهو. طبعا الليمون ده متصدر الترند بقاله كذا سنه يعني، مش جديد ومش راضي يروح، موته مش راضيه تروح، والصراحه هو حلو يستاهل اهو. انا اعمل ايه بقى؟ اخد ده بره واحط على وشه شويه زيت بسيط، تلميعه الزيت بتاعه الفول دي لا غنى عنها، وبعدين اقوم واخده رشه الكمون، رشة الكزبرة، رشة حبة البركة، وبس كده. موضوع سهل وبسيط وسلس، بس كل مرة هتعملوا الفول بطريقة هتلاقوا الفول بيديكوا نتيجة مختلفة خالص، أكنها وصفة يعني إيه مش بالفول. هو بيقبل أي حاجة وكل مرة بيطلع حلو. بنتسحر فول كل يوم بس بنكهة مختلفة. نمسح بس كده أطراف الطاسة بتاعتنا وبس كده. عايزين بقى تشاركونا سحوركم، يلا بينا. ملك السفرة برضو البتنجان ده يا جماعة في المطبخ المصري. ليليا بعتت لنا شركتنا السحور بتاعها، بعتت لنا صورة البتنجان بالتقلية الفظيعة دي، بيبقى جميل قوي قوي. أهم حاجة إنكوا تقللوا من الملح والخل فيه
والثوم، يعني تعملوا التقليه بسيطه لانه سحور بس بيبقى تحفه تحفه تحفه. ميرسي يا ليلي على الصوره الجميله، تسلم ايديكي يا حبيبتي. شايفين الجمال؟ لسه هحط له برتقان، مش ناسيه انا، بس مخليه للاخر قلت عشان الوقت بتاع الفول ما يروحش. ليه بقى؟ لاني ايوه شايفين بقى، عايزه انا ايه اخد، شايفين كده، وجوه الطبق عشان كل العصير اللي بينزل من البرتقال ينزل جوه السلطه فيعمل لي دريسنج خطير. طبعا الفاكهه كمان بتخلي الهضم يبقى منتظم، علشان الناس اللي بتتعب والهضم بتاعها بيتأثر في الصيام. خلينا جوه الطبق عشان البرتقال غرقني اهو اهو، ميته ما شاء الله كتير. بس خلاص كده، شايفين شكلها جميل ازاي؟ ممتعه. رايحين بقى انتوا عزومه تاخدوا طبق زي ده معاكم، تجيبوا بقى طبق حلو وتاخدوه هديه لصاحبه البيت وتملوه لها باقي سلطه الزبادي دي، لما تخلص الطبق يفضل عندها. انتوا عندكم عزومه مستضيفين ناس، طبق لطيف جدا جدا ومنعش ولطيف ومناسب قوي قوي للسحور. نطلع فاصل بقى، اودي اطباقي هناك ونرجع لسه هنكمل، لسه ما خلصناش، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا سحور يعني عايش بلدي مصري، دايما لما بنقول لاخواتنا بره مصر كده ما بيبقوش فاهميننا قوي. احنا بنستخدم مع العيش المصري بتاعنا رده اللي هي النخاله بره مصر، وده بيديله طبعا اولا قيمه غذائيه عاليه، ثانيا بيدي شبع كبير لان الرده بتنفش في البطن وتقعد فترات طويله وتحسس بالشبع لفترات اطول من العيش الابيض. علشان نعمل الخبز البلدي بالرده هنعمله على الطاسه بطريقه سهله جدا. هنحتاج كوبايه ونص من الدقيق الابيض، وممكن تحطوا كوبايه من الدقيق الابيض ونص كوبايه من الدقيق الاسمر للناس اللي بتحب العيش الاسمر. وهنحتاج نص كوبايه من الرده، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره ممسوحه من الخميره الفوريه، ربع كوب زيت ذره، وهنحتاج ميه للعجن حسب ما تحتاج معانا، ويفضل ان الميه تكون دافيه، وبعدين رشه ملح. هنسيبها تتخمر وبعدين نبتدي نفرد، واحنا بنفرد بنفرد على رده، فبيكون في رده جوه العيش وبيكون في رده بره العيش او على وش العيش. هنعمل ايه في العجان او على ايدينا؟ طبعا هنحط الاول المكونات الجافه، الا وهي الدقيق، الرده، الملح، في ناس بتحط له رشه سكر ما يقولش لا برضو، والخميره. هحط الزيت، هقفل واشغل، والميه هتنزل بالتدريج. في ناس ما بتحطلوش زيت برضو ما يقولش لا. طبعا السرعه الاول بتكون هاديه عشان الدقيق ما يتطرش علينا، بعدين نبتدي ننزل الميه الدافيه واحده واحده. اول ما العجينه تلم معانا بوقف الميه، تاخد بقى نفس المقدار اقل اكتر حسب طبعا نوع الدقيق اللي عندكم. بالظبط كده لمت، سابت اطراف العجان وبدات تمشي مع السلاح بتاع العجان، اوقف الميه، افضل اعجن لمده 10 دقائق لحد ما العجينه تبقى ما فيهاش، مش بتتقطع، ما فيهاش تعرجات كتير، مش خشنة، وبعدين أخدها في بولة وأغطيها، أحطها في مكان دافي ورطب وضلمة. يعني إيه؟ يعني فرن اتولع واتطفى، كوباية من المية المغلية، وهنا في كيس بلاستيك على العجين وفوطة، فكده في ضلمة، في رطوبة، وفي دفى. هسيبها نص ساعة تقريبا، هتلاقوها اتضاعف حجمها. هنيجي بعد ما اتضاعف حجمها نتأكد
ان المكان اللي بنشتغل عليه نظيف ومش مبلول. وناخد يا مدام اميره. اميره ازيك؟ مدام اميره ازاي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبه قلبي. وحشتينا والله. اخبارك ايه؟ تسلمي لي، كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي. وانتي طيبه ورمضان كريم ومنوره البرنامج. الله اكرم، ده نورك يا حبيبتي. مدام اميره، انا قالوا لي في الكنترول ان حضرتك مصريه عايشه في الامارات. بالظبط كده، ومتابعاكي على طول وحاجتك جميله جدا وسهله قوي. قلبي ربنا يخليكي. قولي لنا بقى يا مدام اميره، حضرتك بترجعي مصر تقضي رمضان هنا ولا بتقضيه في الامارات ولا نص ونص؟ لا، بقضي نص ونص. نص ونص عشان ترضي كل الاذواق. طيب قولي لنا بقى اخبار اجواء رمضان في الامارات ايه، وايه الفرق بينها وبين مصر؟ لا لا طبعا، هنا ما فيش حاجه ثانيه. طبعا رمضان في مصر حاجه ثانيه. رمضان في مصر حاجه ثانيه. ايوه صحيح. طبعا الامارات بلدنا الثاني وكلنا بنعشقها، بس في مصر طبعا اكتر. متهيألي هم نفسهم بيقولوا كده وبيجوا عندنا يستمتعوا يعني في المعز والحسين وكده. هم بيبقوا مبسوطين ان انا النازله يعني. ايوه رمضان أكيد. في مصر حاجه ثانيه. واكيد العيله بتكون في انتظارك. اكيد. ايوه حبيبتي نورتي مصر ونورتيني ونورتي البرنامج حبيبتي، كتر خيرك. ميرسي جدا يا مدام اميره، ربنا يخليكي. كل حبايبنا بره مصر يعني فقره شاركنا سحورك، طبعا ده حبايبي اللي جوه مصر، ولكن كمان لحبايبي اللي بره مصر عشان ما يشعروش باي غربه وهم بره البلد. ولو ان طبعا كل البلاد جميلة وكل البلاد في القلب، بس يبقى الوطن وطن، وربنا يجمعنا بكل حبايبنا اللي بره، خاصة لما بيكون يعني من القرابة الاولى زي الاخ مثلا في حالتي انا او كده. الواحد دايما بالذات في الاعياد في رمضان في كده هما بيبقوا مفتقديننا، واحنا اكيد بنبقى مفتقدين وجودهم، ولكن يعني عزائنا الوحيد دايما ان هم يكونوا بخير. العيش بناخده بقى كده نقطعه ونعمل منه ايه، كور صغيره صورر كده. يا منار. الو مدام منار. شيف اميره زي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم على الاسره. حضرتك طيبه وبالصحه والسلامه حبيبتي. استاذنك، كنت عايزه طريقه الكوسه بالبشاميل. عينيا. تسلمي. تسلمي لي حبيبتي. قطعنا دول، هناخدهم بقى كده هوت ونبتدي نفردهم في الردة، ونقول لمدام منار على الكوسة. عشان نعمل الكوسة بالبشاميل هنجيب الكوسة ونقطعها، نغسلها كويس جدا ونقطعها وسط وبالقشرة بتاعتها علشان ما تنزلش مية كتير. وبعدين هنقوم واخدين السن له احكامه يا ولاد معانا. بعدين هنقوم واخدين الكوسه تشويحه في معلقه من الزبده، معاها ثوم، معاها نعناع ناشف لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنقوم حاطينها في الصينيه، وهنعصج اللحمه بصل وملح وفلفل وقرفه وجوزة الطيب وحبهان ولوره ومستكه، وبعدين ننزل عليه اللحمه ونقلبهم لحد ما تستوي. هنحطها على الكوسه، وبعدين هنقوم جايبين كيلو من اللبن، نحط له 4 معالق دقيق و4 معالق زبده، ونقلبهم لحد ما يتقلوا، ونديهم رشه ملح ورشه فلفل ونحطهم عليهم. يبقى كده التلات طبقات، طبقه الكوسه، طبقه العصاج، مع طبقه البشاميل. وتدعوا لنا ان شاء الله احلى وانجح كوسه بشاميل. شايفين؟ وتقدروا تشيلوها على فكره في الفريزر. شايفين الرغيف عامل ازاي ولذيذ؟ انا بحبه كده صغير بدل ما نهدر من الكبير. خلاص، وبحطهم هنا كده. هرفع بقى الطاسه على النار عشان تسخن لحد ما انا افرد الباقي، وزي ما انتم شايفين بنفرد على الرده او النخاله. ويفضل طبعا اني بعد ما افرده اسيبه فترة تانية برضو يعني 10 دقايق ربع ساعة قبل ما ابتدي ان انا اسوي، يفضل. ما بياخدش وقت خالص زي ما انتم شايفين. وتقدروا تحضروه من الفطار وتقطعوه وتفردوه، بس تغطوه كويس طبعا عشان ما ينشفش، وتخلوا التسوية بتاعته وانتم بتعملوا الفول وسلطة الزبادي وقت السحور، ومش هياخد منكم تسوية خالص. بس بقى بيبقى فريش وطازة وريحته فظيعة، وتقدروا ان انتوا تحطوا
العيش مخبوز في الفريزر زي ما بنعمل، وتطلعوه وتسخنوه وتاكلوه للناس اللي مش يعني مش هتبقى حابه انها تخبز كل يوم يعني. اخبار الطاسه ايه؟ بسم الله. حلو قوي. يعني انزل اذا في زياده واجي هنا. طيب التسويه بقى مهمه جدا. اول وش بياخد دقيقه واحده فقط لغير يتشمع، اقلب. التاني دقيقه يتشمع اقلب. النار من متوسط لعالي. وافضل كل دقيقه اقلب. ويفضل بعد الفرد تسيبوها ترتاح تاني. الريحه هنا خطيره. وافضل كل دقيقه اقلب والنار من متوسط لعالي. احلى عيش تاكلوه وفي البيت ولذيذ جدا جدا جدا. وتقدروا طبعا، احنا العيش البلدي بناكل بيه اي حاجه، بناكل بيه مربى، بناكل بيه حلاوه، بناكل بيه حوادق بقى فول وبيض وكده زي ما انتوا عايزين. يا سلمى. يا شيف اميره ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ميرسي، ربنا يخليكي. استاذنك، احنا كنت عايزه طريقه اعمل بيها التونه، طرق مختلفه للتونه. حلو ده يا سلمى. حاضر، عينيا عينيا يا سلمى، نورتيني يا حبيبتي. التونه يا جماعه من الحاجات اللي بتتنسي في رمضان، وهي الحقيقه من الحاجات المغذيه جدا والمشبعه جدا كمان. فنقول لمدام سلمى كده طريقه من الطرق بتاعه التونه على السريع كده، سهله وسريعه وكلها من السوبر ماركت. هتجيبي علبة التونة وتجيبي علبة من اللي اسمها ايه دي، الدورة الحلوة، وتقومي جايبة علبة من الفاصوليا الحمراء. هتصفيهم التلاتة وتحطيهم على بعض، تديهم معلقة من المستردة، معلقة من المايونيز، معلقة من الكاتشب. الخضار بقى زي ما انت عايزة. في ناس يعني الخيار والطماطم ما بيحبهمش قوي مع التونة، وانا عندهم حق يعني، لكن الفلفل الالوان معاها بيبقى حلو جدا جدا جدا. شوية جرجير بيبقوا حلوين قوي معاها، بصل او بصل اخضر بيبقوا حلوين قوي معاها برضو. وتقلبي كل دول مع بعض ويقعدوا معاكي يا مدام سلمى في التلاجة يومين تلاتة، تاكلي فيهم والف هنا. طبعا انا كده العيش بالنسبة لي فلة. ننزل باللي بعده. شايفين الحجم؟ لذيذ لذيذ لذيذ. بس عايزين ننظف الرده اللي موجوده في الطاسه. ليه؟ عشان ما تدينيش حروقه، ما تدينيش حروقه كده. بالمنديل بس كده بنزل الرده اللي وقعت من العيش، وهي سخنه زي ما هي كده الطاسه، ومنزله عليها بالأرغفة التانية. وهكذا وانتوا بتعملوا الفول وبتحضروا سفرة السحور، بتقطعوا لكم طماطمايه خيارايه بتاع، هيكون العيش استوى ولا أسهل من كده. أما بالنسبة لما يطلع لازم تغطوه عشان ما ينشفش منكم. يا تمارة. ألو تمارة، ازيك؟ ازيك يا طنط اميره؟ انت عامله ايه حبيبه طنط اميره؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا طنط حبيبه قلبي. عندك كام سنه يا تماره؟ 7. يا روح قلبي ربنا يحفظك ويحميكي. سلام. سلام يا روحي. بصوا الجمال بقى. طيب بصوا، هتلاحظوا انه ده بينفش بقى عن اللي قبله. ليه؟ لان ده ارتاح شويه. بصوا بيقب. ليه؟ لان ده ارتاح شويه، الاولانيين ما كانوش ارتاحوا. فعشان كده بقول لكم لازم تريحوا العيش، ولازم كل دقيقه تقلبوه. شايفين اهو ده قابب عشان ده ارتاح عن التاني. الحراره لازم تكون وسط، والا هتلاقوا العيش من جوه معجن، والسمك كمان لازم يكون رفيع. يا مدام رانيا. الو مدام رانيا، ازاي حضرتك؟ مساء الفل. ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بصحه وسلامه يا رب. يسعد عليكي وعلى الاسره بخير. وعليكي وعلى كل حبايبك يا رب. الله يخليك. ما اقولكيش بقى الكنافه عملتها ايه. طلعت حلوه؟
طلعت جميله بعد الدكه اللي قلتي لي عليها. الف هنا الف هنا تعيشي وتعملي. تسلم ايديكي. الله يخليكي. تسلمي يا رب كده. تسلمي لي يا مدام رانيا. تعيشي وتعملي يا حبيبتي. الله يخليكي. نورتيني. تسلمي لي يا مدام رانيا. ربنا يخليكي. انا بتبسط قوي لما حد يكون عطلان في حاجه ويجربها بطريقتنا وتنفع. بتبسط حقيقي. بصوا بصوا الجمال. سخن مولع طبعا. بصوا بصوا رائع. انا بنسى ان احنا سحور وانا ممكن ادوق. يعني دايما معتقد ان احنا رمضان وما ينفعش ادوق. مفيش احلى من العيش الطازه اللي لسه سخن ده. ما ننساش ساعد تتساعد. طبق زياده تهادوا تحبوا. خلصنا وصفاتنا للنهاردة بس لسه فقراتنا ومعلوماتنا ما خلصتش. بعد الفاصل إن شاء الله استنونا. أهلا بيكم. بعد الفاصل مش هننسى نقول إزاي سفرتنا تبقى أشيك. مجهزة اني اقول لكم الاتيكات مش فزلكة، والاتيكات بيختلف من مكان للتاني، من بلد للتانية، من محافظة للتانية. يعني انتوا لو رحتوا عندنا في مصر طبعا ما شاء الله المحافظات يعني كتير، وكل محافظة ليها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها الخاصة بيها. لو رحتوا سيوة غير لو رحتوا أسوان. لازم كل بلد هتلاقوا ليها طبيعة خاصة، لازم تلتزموا بالطبيعة دي. هو ده الاتيكات، هي دي الأصول. يعني ما ينفعش مثلا آجي عند حبايبنا في الأردن أو في الخليج وأقول لهم أنا هاكل بالشوكة والسكينة المنسف مثلا، أو هم بياكلوها بإيديهم. هنا في مصر ما ينفعش آجي عند اللي اخترع الحمام المحشي ولا الفطير المشلتت واقول لهم انا هاكله بالشوكه والسكينه. مش معناه ان انتوا لو كلتوه بالشوكه والسكينه غلط، بس يعني هو بيتاكل كده، ده اصوله، ده الاتيكات بتاعته. النهارده هنتكلم عن حاجتين بساط جدا بس بيفرقوا جامد قوي على الترابيزه، خاصه لو الاكل فيه لحوم. فاحيانا تلاقوا انه في حاجات في الاسنان مضايقانا وفي خله سنان على الترابيزه. طيب الامثل انكم تاخدوا خله السنان دي وتستاذنوا وتحطوا النابكن تشيلوها من على رجلكم وتحطوها على الكرسي وتروحوا التويلت وتستخدموا خله السنان. اذا ده مش متوفر، لان احيانا بيكون المكان اللي احنا موجودين فيه ما فيهوش تويلت على الاقل قريب، يبقى هنستخدم خله السنان بحذر وهنحط ايد وايد التانية فيها الخلة من تحت عشان نخبي عليها باقي الايد اللي فوق، وبسرعة وبعدين بلفها في منديل وبحطها. ما ينفعش اني احطها ما بين سناني وافضل اتكلم او افضل العب بيها او كده، يعني ما ينفعش خالص. الحاجة التانية هي عصر الليمون. الليمون لما بنيجي نعصره خاصة لو مش محطوط عليه شاشة ينطر رذاذ من عصير الليمون. فبرضو بإيد بعصر وبالإيد التانية بكون مغطية على الليمونة علشان الرذاذ ده ما يبهدلش الدنيا، وخاصة إنه ممكن يعمل حساسية لحد أو ممكن إنه يبقع هدوم حد، فناخد بالنا إن احنا نغطي بإيدينا التانية وإحنا بنعصر الليمون. دي كانت النصايح بتاعة الإتيكات بتاعة النهاردة. إن شاء الله بإذن الله إن عشت وكان ليا عمر بكرة الساعة 12 في سحورك علينا على سفرة على الهوا هيكون معانا تشيز كيك البسبوسة، ودي طبعا ترند مكسر الدنيا وهنستخدم فيها بواقي بسبوسة الفطار. هنبقى عندنا كمان سلطة الرز البسمتي ببواقي الرز البسمتي من الفطار. هيكون
عندنا غموس الجبنة الأخضر مع الخبز المحمص. عملنا إيه مع بعض النهاردة؟ عملنا سلطة الفواكه بدريسنج الزبادي، استخدمنا زبادي سادة، استخدمنا زبادي الفواكه، استخدمنا هنا زبادي الفواكه بنكهة الفراولة، وحطينا معاه مجموعة من الفواكه زي العنب والرمان والفراولة والموز والكيوي والبرتقال والتفاح الأحمر والتفاح الأخضر. تاني وصفة عملناها مع بعض كانت الفول بالليمون المخلل، ودي عملنا الفول بزيت الذرة وحطينا له الفلفل الأسود والكمون والكزبرة المطحونة الناشفة، وحطينا له حبة البركة والليمون المخلل أو الليمون المعصفر. هو اللي معايا ده مش معصفر، بس هما بيسموه كده يعني، سواء كان في عصفر أو لا يعني، بس هو ده مش معصفر. اخر حاجه عملناها وبتمنى انكم تجربوها هي العيش البلدي بالرده. استخدمنا كوبايه ونص من الدقيق الابيض، ممكن تخلوا نص منهم دقيق اسمر. استخدمنا نص كوبايه من الرده، استخدمنا معلقتين من الخميره وربع كوبايه من الزيت وميه للعجن ورشه ملح. عجناه، خمرناه، فردناه على الرده وسبناه يرتاح، وبعد كده سويناه وتقدروا انكم تحتفظوا بيه في الثلاجه او في الفريزر وتسخنوا منه كل يوم أو تعجنوا كل يوم إذا الموضوع سهل عليكم، بس هو سهل ما فيهوش أي حاجة. دي كانت وصفاتنا وأفكارنا للنهاردة، بتمنى تكون عجبتكم، وأكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة الساعة 12 بالليل في سحورك عليه. استنونا.